السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم صينية جلاش في الفرن. المكونات معايا لفة جلاش، ومعايا كوبايتين لبن، ومعلقتين سمنة، ومعايا لحمة مفرومة مع السجاها بالبصل وبالفلفل، ومعايا بيضتين وفلفل رومي وجبنة موتزاريلا. نشوف هنعمل ايه معانا. دلوقتي انا فردت الجلاش معايا اهوت، وجبت صينية هدهنها سمنة، هدهنها كويس. بعد ما دهنت الصينية سمنة، خدت ورقتين تلاتة بس من الجلاش وهسويهم في الصينية. سويت الجلاش معايا اهو، هدهنه برضو سمنة تاني، هدهنه كويس معايا، لان السمنة دي لما بدهنها في بين الجلاش والجلاش بتخليه مورق معايا وما يعجنش وبيبقى طعمه حلو. دهنته، هاخد برضو تلات وحدات تاني. سويتها برضو، هدهنها برضو نفس النظام بالسمنة. دلوقتي انا حطيت برضو 3 ورقات جلاش تاني كده، يعتبر انا حطيت نص كمية الجلاش. هبتدي بقى احط الحشوة. هحط اللحمة المفرومة اول حاجة وهوزعها. وزعت اللحمة المفرومة، هحط الفلفل الرومي، وهي طبعا الحشوة دي تبقى حسب الذوق، كل واحد بيحشي اللي هو عايزه، ممكن كمان بيتحط لها جزر، اي حاجة انت حباها بتحطيها. كده انا حطيت الفلفل، كمان هحط الجبنة بقى. كده انا حطيت كل الحشوة، هبدأ بقى اغطي الجلاش، وهحط برضو 3 طبقات 3 طبقات زي ما حطيت في ارضية الصينية. وهرجع هفضل برضو احط 3 وادهن سمنة، واحط 3 وادهن سمنة لغاية ما كمية الجلاش كلها تخلص معايا. هعملها وارجع له. دلوقتي انا رصيت كل كمية الجلاش، هبتدي بقى اقطع الجلاش. كده انا قطعتها اهوت، هدهنها بقى سمنة برضو بسيطة من على الوش. ودلوقتي اخر خطوة معايا، هجيب بولة واحط فيها 2 كوباية اللبن. وهحط فيهم البيضتين. وهحط لهم ملح. وفلفل اسود كمان. شوية كويسين. وهقلبهم بقى كويس. ودلوقتي انا قلبته كويس اهو. هجيب بقى الجلاش وهنزل بالخليط ده على الجلاش، وهشرب الجلاش كويس قوي. كده انا شربت الجلاش اللبن كله، هدخله بقى الفرن، ولما يطلع ان شاء الله هوريكم شكله باذن الله. ده كده شكل الجلاش بعد ما طلع من الفرن، لسه مطلعاه حالا، هيبرد بس، واقطعه لكم بقى واوريكم شكله ان شاء الله لما يتقطع. وده شكل الجلاش معايا بعد ما غرفته، جميل ما شاء الله، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. وقبل ما اسيبكم اقول لكم اللي ما اشتركش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وما تنسوش اللايكات، وما تنسوش برضو تقولوا لنا رايكم في التعليقات. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.